نفس العدسة التي التقطت في منتصف هذا الشهر الصرخة التي أطلقتها إيجو، امرأة مسنة تتمرغ تظلما واحتجاجا أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت بعد أن تم طردها من بيتها بنواحي جماعة الخصاص. أنا كمصور الفيديو يعني تأثرت قبل أن يتأثر الجميع، لأنني كنت متبع لهذا الملف كما قلت، ونتمنى صرختها أن تصل إلى المسؤولين وفتح تحقيق جدي في هذا الملف. الليالي الاعتصام أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت كانت أقسى من أن يتحمله جسد عجوز جاوز عمرها العقد السابع. ساءت حالتها الصحية وتم نقلها استعجالا إلى مستشفى الحسن الأول بذات المدينة. بالنسبة للوضعية الصحية ديال إيجو تم استقبالها في قسم المستعجلات يوم الأحد على الساعة الخامسة زوالا. جات قسم المستعجلات كانت في واحد الحالة اون استيني جينيرال افيك دي دولور، وتقدمت لها الإسعافات الأولية، ومن بعد تم الاستشفاء ديالها في سيرفيس دو ميدسين. كيبو الكوتاية ديالو، لقد قام بالاعتداء علي، أخذ كل ما بحوزتي، فقدت كل أملاكي، هو المسؤول عما أنا عليه الآن. إنه الظلم بعينه. يعيش اليوم الابن الطالب الجامعي بين جدران محل لا تتعدى مساحته مترين مربع بسوق الخصاص. مصادر عليمة وقريبة من الملف أكدت لنا أن زوج إيجو سبق أن تقدم بشكاية تتهم أخاه غير الشقيق بطرده من البيت، وقد تم حفظ الشكاية لعدم وجود الأدلة حسب ذات المصادر، واليوم استجابت النيابة العامة لطلبه من أجل إخراج الشكاية من الحفظ. حتى كاين سوي يعني في الزناقين ديال الخصاص، وبالتالي تكرصوا فيه وداك الشيء، وأنا عندي يعني كنقرا ويعني دخل لي هادشي مع القراية وهاد المشاكل، يعني أنا ما عرفتش غندير واش نمشي مع الوالدين ولا نمشي مع القراية ديالي. الجمعية دابا كتحاول أنها كتمشي على جوج ديال لي فولي. الفولي الاول هو النضال باش تعطي لهذه العمليه داك الاتساع ديالها، مساله اخرى هو تمشيو في حاله ان اقناع الشهود باش يجيو للمحكمه، لان باش العداله تقول كلمتها وتصحح المسار وترجع للحقوق لذوي الحقوق. من هنا انطلقت صرخه إيجو قبل ان تتموج اصداؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصبح واجهة المحكمة الابتدائية بتيزنيت محجا للعشرات من المتظلمين والمئات من المتضامنين من أجل إحقاق الحق وإنصاف إيجو وللعدالة. الكلمة الفيصل.